بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم في فيديو الكروشيه. إن شاء الله إحنا نفذنا الفانوس الجميل ده، وإن شاء الله هنشتغل في واحد جديد أوريكم إزاي بالخطوات. جميل جدا جدا وجديد وبسيط، ومش هاخد منك أي وقت ولا أي حتى ميزانية. يعني حضرتك هقول لك على الاسعار بتاعته ايه دلوقتي والخامات اللي هتستخدميها. جميل جدا، كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير يا رب. اللهم امين، يزيح عننا الغمه والكرب يا رب. ده فانوس معمول من خيوط المكرميه. طيب نشوف بقى مستخدمين فيه ايه واتعمل ازاي. نسمي الله. بص يا حبايبي، هو عبارة عن الحلقات دي اللي هي الحلقات بتاعت الستاير، خلاص. وبتجيبي وحدة الصوت دي بعشرين جنيه. ليه ما اشتغلتي؟ لا اشتغلت اهي. دي بعشرين جنيه. في حاجة تانية بتبقى لمضة واحدة، بس للأسف دي انا ما لقيتهاش، فهقولك السلوك دي هنتصرف فيها ازاي. وبتحتاجي بقى، نركن بقى الفانوس الجميل ده جنبينا كده شويه. وبتحتاجي 8 حلقات من حلقات اللي هي بتاعت الستاير العاديه خالص. بتحتاجي ولاعه، طبعا ابره كروشيه كبيره، ابره بتاعت الهاند ميد بالكروشيه والحاجات دي، الصافه، ودي مهمه عشان هقولك هنعمل بها ايه. طبعا بقى الخيوط زي ما تحبي بقى الالوان، بس نصيحة لما تيجي تشتري الخيط الخيوط المكرمية جيبي الطري، ما تجيبيش الناشف. الناشف هيتعب ايدك في الشغل، غير ده وده النتيجة بتاعته ما بتبقاش حلوة. فتجيبي الخامة اللي هي ناعمة، حرير زي كده اهو، ده حرير طري جدا. ده برضو واخده بالك، تجيبي الخامة اللي هي طرية معاكي. خلاص. طيب نشوف بقى. الاول هنشتغل في الحلقات. احنا كنا مشغلين في واحد لونه اصفر، احنا قلنا نجرب بدل الابيض ده، احنا هنعمله اصفر، بس هوريكي ده بيتعمل ازاي. بصي يا حبيبتي، احنا هنجيب الاول القصافة بتاعتنا اهي، وتبتدي بصي الحلقات بقى احنا مش عايزينها اهي، تروحي عاملة كده سهلة، هي عشان بلاستيك فمش هتبقى صعبة معاكي ان انت تقصفيها يعني. بس خلاص ادي عملنا الحاجات دي بقى عشان ما تلزقش في الخيوط. ادي عملنا الحلقات. طيب اول حاجة احنا هنشتغل الاطارات دي، الاطار ده 6 حلقات، يعني هناخد 6 حلقات ونحشيهم بغرزة الحشو. هنروح ماسكين، احنا طبعا هنشتغل في اصفر، بس انا هوريكم في دوت. نخلي ده هنا كده اهم. طبعا الولاعة دي مهمة جدا. عشان خاطر ما ينسلش منك. خلاص ادي خلصنا. هنيجي بقى اعملي كده، دخليها جوه الحلقه اهي، وبطرف ايدك امسكي كده، ونبتدي بقى نشتغل غرزه التثبيت بتاعتنا. هتاخدي دي بس كده اهو، خديها تدويره كده عشان بس ايه تثبت معاكي. ادي غرزة تثبيت، هتاخدي بقى ارتفعي بغرزة كده، حاولي توسعي الغرز شوية عشان ده الخيط ده سميك شوية، بس هو طري. هنروح واخدين بقى نحشيها بقى كلها بالشكل ده، نظبط بس كده اهي. هنروح تاخدي بقى الخيط ده، الجزء بتاع البداية ده، دخليه في وسط الشغل كده من تحت كده،
نخفيه يعني من الاخر. وتروحي واضح كده حبايبي، نعمل بقى غرزة الحشو بتاعتنا العادية خالص، بتدخلي اهو وبتروحي تظبطي الخيوط طول ما انت ماشية تظبطي كده. تفضلي بقى ايه تحشيها كلها بالشكل ده. تاني اعملها لكم تاني اهو. فنص سهل وبسيط جدا جدا، مش هياخد منك وقت. تعملي بقى، ممكن تعمليه كمشروع ليكي، حلو جدا جدا ومش مكلف. احنا خيوط المكرمية الكيلو بتسعين جنيه. طبعا انت ما بتجيبيش كيلو، انت بتجيبي شلل الخيط اللي هو هتحشي بيه، ده اللي هيبقى اكبر كمية عندك. ده تجيبي الشلة بتاعته كبيرة شوية. الالوان دي بصي، الالوان دي جيبي منها شلل رفيعة عشان خاطر ما انتش هتستخدمي منها كتير. او لو جبتي وخليتيه عندك ما فيش مشكلة تعملي بيه اي حاجة، ما بيخسرش بصراحة. هكمل الحشو بتاعها وارجع لكم. ناخد اخر غرزة بالشكل ده. خدنا خلاص اخر غرزة، بتيجي بعد كده هنعمل كده. الولاعة بقى بتدخلي حريصة. نلضم بقى في الإبرة، دي مهمة برضو معاكي، بالشكل ده. أول غرزة، سيبك من غرزة الارتفاع، أول غرزة اشتغلتيها هتدخلي فيها الإبرة بالشكل ده. هتيجي في الحلقة دي آخر غرزة في السطر هتروحي مدخلة الحلقة. اصبح بصي عندك كله متساوي اهو. تروحي مقفله بقى. ناخد غرزتين كده داخلتين من تحت الغرز بالشكل ده اهي، وتروحي عامله كده. كده يبقى يطلع معاكي نظيف، وده شكل الاطار. انت بتعملي بقى من دوت 8. اوريكي بقى عشان احنا هنشتغل في لون تاني كنا ابتدينا فيه. ادي الحلقات اهي، هوريكي ازاي بقى جمعناها. 1 2 3 4 5، في عندنا لسه حلقة اهي، هنبتدي نجمعها. وحتى الشغل من جوه نضيف اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. دي طبعا هنعملها هنعملها دلوقتي كده عشان خاطر ده بيبقى عيوب في قلب الخيط. بس خلاص هنيجي بقى نروح ايه لضمنهم في بعض بالشكل ده. تعملي ايه؟ بصي اول هام هناخد فتلة، ناخد خيط مكرمية بالشكل ده. هتيجي تمسكي بصي بقى عشان كله يبقى زي سطر واحد، هتعملي كده بالإبرة. اذا احنا هنشتغل هنا، شفتي بقى الطريقة دي سهلة وبسيطة. هتروحي عاملة كده خلاص. هنيجي بقى تاخدي كده اول باول كده شغلك يبقى نظيف، وتروحي لزقاها كده. في حاجة ما فيهاش حاجة. هناخد بقى الاطار الثاني بالشكل ده. احنا هنا خدنا نص الحلقه، دخلنا في نص الحلقه. هنيجي اللي قدامها برضو هناخد نص الحلقه كده، هندخل في نص الحلقه بالشكل ده. تروحي واخداها كمان مره عشان خاطر تبقى ثابته.
ما تفكش منك. ممكن ناخدها كمان، ما يجراش حاجة، لازم تثبتيه عشان ايه ما فيش حلقة تفك. خلاص هنبتدي بقى نشتغل اهي اللي بعديها، ادي اللي بعديها اهي. ناخد اللي بعديها بالشكل ده اهي. هناخد اللي بعديها هنشوف، يبقى ايوه اللي بعديها صح. تشوفي كده بالشكل ده، وتروحي مثبتاها برضو بغرزتين كده، تثبتيها بالشكل ده. ناخد تاني جراش حاجة، واضح حبايبي. وهتروحي خلاص بقى مش محتاجينها، تروحي عاملها كده. ناخد برضو هتلاقيها بردت لان الجو بي على طول هيسقع معاكي، فلقيتيها محتاجة برضو اهي، عايزة برضو في ساعتها كده لحظتها تروحي مثبتها عشان شغلك من جوه بصي يبقى نظيف اهو. طب احنا عندنا كام حلقة؟ نعد بقى، 1 2 3 4 5 6 حلقات المطلوبين. هنيجي نقفلهم برضو مع بعض بالشكل ده، بالطريقة دي. هنيجي برضو بالإبرة هنشوف بقى، نعمل كده يبقى احنا هندخل في الحلقة دي، عشان بس يبقى كله متوازن معاكي. وبرضو بصي الولاعة، الولاعة دي انا جايباها ب7 جنيه، بصراحة ولاعة المطبخ ما نفعتش، الشعلة بتاعتها كبيرة، فطبعا يعني بصراحة كانت بتلسوعني، فاشتريت ولاعة زي ديت ب7 جنيه يعني مش، وبتتملي عادي لو فضيت بتمليها. طالما بتشتغلي في الخيوط بتاعت المكرمية لازم تبقى معاكي عشان التنظيف. طبعا بنثبت برضو زي ما قلت لكم بالشكل ده. هناخد برضو نص الحلقة مع نص الحلقة في الاتجاه الاخر. ادي نص الحلقة اهي، سهل جدا، مش هياخد منك اي مجهود، بالعكس مسلي جدا جدا. هناخد الحلقه نص الحلقه قدام نص الحلقه اللي في اتجاه الاخر، دي اخر واحده اهي، ونثبتها. ثبتيها غرزتين كده ونروح خلاص هنشطبها. امسكي برضو الولاعة، خلي بالك على ايدك اه. هنروح تروحي برضو بصي تنضفي اول باول كده هنا اهي كده، وتروحي في لحظتها على طول تثبتيها. ادي طلعت معانا بالشكل ده. نشوف بقى الخطوة اللي بعد كده، هنمسك بقى الخيط بتاعنا ونبتدي نشتغل. ادي فاضل معانا حلقة، دول كام؟ 6، ودي السبعة. السبعة دي هنستخدمها هنا، هنستخدمها تحت في اللي احنا مثبتين فيها الوحدة بتاعت الصوت، وديت هتبقى الايد بتاع الفانوس، لان احنا طبعا هنستخدم لون تاني، هتبقى الايد بتاعت الفانوس دي. نكمل، نخلي دول دلوقتي كده.
نبتدي بقى. بصي هتيجي هناخد ثلاث حلقات هنشتغل فيهم. ادي اول حلقة اهي، هناخد الابرة بتاعتنا بقى بالشكل ده. هناخد بقى اول حلقة اهي، ارتفعي غرزة ارتفاع، غرزة واحدة ارتفاع اهي. طيب احنا نروح برضو دي كده عشان ايه تعرف تشتغل. ادي غرزة واحدة ارتفاع، هتاخدي غرزتين معاك جنبيها، ادي واحدة ناخد غرز حشو، كل شغلنا حشو، مفيش عواميد ولا اي حاجه. ادي حبايبي اهي، احنا اول واحده اللي ارتفعنا بيها اعتبرناها يعني تلاته تعتبر واحد. خلاص هتيجي تشتغلي خمسه سلسله، واحد اتنين تلاتة أربعة، أدي خمسة سلسلة. خلاص هتيجي بقى هنا برضو هنحتاج تلات حلقات، واحد اتنين تلاتة، يبقى هنشتغل في الحلقة دي بالشكل ده. برضو نشتغل غرزة حشو وبعديها غرزة حشو، يعني تلات مرات. أدي تلات مرات غرزة حشو، بالشكل ده. هنيجي تاني ناخد خمس سلاسل وناخد تلاتة حشو ونكمل واجيلكوا تاني. كده خلصنا السطر. هنيجي بقى في أول غرزة ارتفاع احنا واخدينها اهي، هنروح مقفلين بغرزة منزلقة بالشكل ده. الخيط دوت سميك شوية مش مشكلة. اخدنا غرزة منزلقة. بتيجي بقى بصي انت هتسيبي بقى غرز الحشو دي، هنعديها ونروح واخدين خمس غرز حشو حوالين الخمس سلاسل اللي احنا اخدناهم بالشكل ده. هنعمل كده، ناخد بقى خمسة حشو، واحد اتنين ريح الغرزة شوية كده، تلاتة أربعة خمسة. هتيجي بقى بصي احنا مش هناخد حاجة من التلات غرز دول، هنعديهم ونروح واخدين كده. ادي اول غرزة، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، بالشكل ده. برضو مش هناخد حاجة من التلاتة دول لغاية ما نخلص كل السطر بتاعنا، ونبتدي من السلاسل دي ناخدها غرزة حشو بالشكل ده، خمسة غرزة حشو. نكمل وارجع لكم. كده احنا خلصنا السطر، نيجي بقى تروحي انهي بقى السطر بتاعك بالشكل ده. هناخد الابرة
الابر دي درجات، في ابره اتخن من دي بس دي لقيتها هي المناسبه. فاول غرزه بقى هنروح واخدين كده خلاص اهي. هتيجي بقى بين الحلقتين في اخر السطر هتروحي عامله يطلع معاكي كله متساوي بالشكل ده. ننهي بقى كده نقفلها شويه شطبي اول باول كده احسن بتبرد بسرعه. تعملهاش بايدك لانها بتلسوع. ادي بيطلع معاكي بالشكل ده خلاص. اللي احنا عملناه هنا هنبتدي نشتغله هنا، نخلصه ونرجع عشان الفيديو ما يطولش مننا. احنا خلصنا الناحيتين زي بعض بالشكل ده، وهنبتدي بقى نشتغل الجزء اللي هي الغرز البف بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهوريكي احنا هنعملها ازاي. هنستخدم طبعا لونين، واللون الاساسي اللي هو الاصفر. ونبتدي تمسكي بقى كده. بصي احنا الخمسة دول هناخد في النص يعني الغرزة التالتة، ونبتدي نعمل غرزة البف معانا. نرتفع كده اهي، واحد ارتفعي غرزتين، هنعتبرها دي معانا عمود خلاص. هتاخدي بقى في نفس الـ الغرزة بتاعتها دي، واحد بقينا هنا ثلاث حلقات، والتانية بالشكل ده، وهتروحي مخلصاهم كلهم كده بالشكل ده. ادي اول واحدة. هنيجي بقى بعد كده ناخد، شفتي بقى اللي احنا كنا لاغيينها واحنا بنشتغل في الخمس سلاسل لما اشتغلنا فيهم، هتيجي فيهم وتروحي تعملي غرزة البف. هات كده اهي، ادي ثلاث حلقات معاكي. كمان مرة تاخدي لفة بتعملي العمود. ادي كده معانا كام حلقة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وتاخدي لفة على الابرة وانزلي تاني بالشكل ده. خلصيهم كلهم بقى مع بعض بالشكل ده. تروحي مقفلة عليها كده بالشكل ده. والغرزة بتظهر معاكي حسب السمك بتاع الخيط المكرمية اللي بتستخدميه، وحسب اذا كان ناشف طري فبتبان معاك الغرزة. هنيجي بقى في الغرزة التالتة، وبتروحي برضو بتاخدي لفة على الابرة وتنزلي بالشكل ده. بقينا ثلاث حلقات اهو، هتاخدي كمان مرة وكمان مرة، يعني ثلاث مرات بتعملي الحكاية دي. تروحي مخلصاهم كلهم مع بعض بالشكل ده. خلصناهم اهي. هنيجي تاني في الجزء اللي هو بقى اللي احنا ما كناش بنشتغل فيه في الغرزة السابقة، هتاخدي برضو بنفس الطريقة لف على الابرة، بقوم ثلاث حلقات. خدي كمان مرة، هتاخدي ثالث مرة لف على الابرة. دي غرزة البف يا جماعة، سهلة بسيطة جدا، غرزة حلوة قوي تعمليها. استني هي ليه عملت معنا كده؟ مش عارفة زعلت. ادي واحد اتنين تلاتة، دي التانية، التالتة، نشتغل التالتة بالشكل ده. ونروح مقفل واخدينها كلها بقى كده. تروحي مقفلة الغرزة بتاعتك بالشكل ده. هنكمل بقى ونرجع لكم تاني. كده احنا خلصنا اللون النبيتي. هنقفل السطر بقى، بتدخلي في اول ارتفاع غرزة في الارتفاع، وبتبتدي تاخديها منزلقة. بس دي كده هنقفل خالص عشان احنا مش هنشتغل سطر تاني.
اروح اعملها كده اهي. هننهي بقى السطر لان احنا هنشتغل بلون تاني غير اللون ده. هتيجي بقى هنا اهو اهي بالشكل ده، هتيجي هنا اهو اهي كله ماشي مع بعضه. هتروحي بقى ننهي بالشكل ده اهي. فانوس جميل جدا وسهل، مش هياخد منك لا وقت ولا مجهود ولا فلوس، يعني كله مميزات جميلة جدا. ارضى وده بقى انت من عشاق الكروشيه زي حالتنا كده، يعني هتبقي مبسوطة جدا وانت بتطلعي حاجة جميلة تفرحي بيها اولادك احفادك ربنا يحفظهم. فدي بتبقى جميلة جدا. هنيجي بقى تروحي عاملة كده، اقفليها بقى كده عشان احنا ايه، خلي بالك لحسن تتلسعي. خلاص احنا عملنا السطر ده، هنيجي ناخد بقى لون مخلف تاني. هناخد اللون ده الجنزاري ده، هيبقى احلى ينطق مع الشغل، لكن ده لا ده مش هيدي. ناخد دوت. بصي بقى انت هتاخدي في الجزء، بصي الفراغات دي، ونبتدي نعمل غرزة البف. ادي هنعمل كده اهي، ناخد غرزة التثبيت اهي، ارتفعي 2 سلسلة، واحد ادي 2. نبتدي بقى نعمل الغرزة بتاعتنا عادي جدا، 1 2. احنا اعتبرنا الارتفاع اللي احنا ارتفعنا بيه ده عمود، ونروح مقفلينها كده. خلاص هنيجي للي بعدها، الفراغ اللي بعدها اهو، هتعملي برضه تاخدي لفه على الابره وتروحي. ادي اول واحده، ادي تاني، ادي 3، ونروح مخلصينها كلها بالشكل ده. حاولي توسعي شويه تطلع معاكي بالشكل ده، واضح؟ نعمل واحده كمان اهي، ادي لفه، ادي 3 حلقات. هناخد اللي بعده 2 3 بالشكل ده، وهنروح تخلصيهم كده. نخلص بقى السطر وارجع لكم تاني. احنا كده عملنا كمان سطر باللون الاساسي اللي احنا شغالين بيه على الحلقات، ونبتدي نشتغل سطر كمان عادي بقى. هنروح منزلقة اهي، وتبتدي بقى نشتغل سطر كله حشو. احنا هناخده حشو اهو بالشكل ده. طيب نخلص ونيجي عشان نستفيد بس باللي بعد كده. كده احنا خلصنا سطر غرزة حشو، نبتدي بقى بالإبرة. احنا خدناها هنا. طيب هنروح عشان نبتدي نقفل الفانوس من فوق.
خلص وصلنا ولا لسه؟ لسه. طيب لسه. نبتدي بقى ان نشد الخيط دوت عشان خاطر نبتدي نعمل الحلقة بتاعت الفانوس من فوق. شدي بقى كده، تقدر تشدي على قد ما تقدري. احنا شدناها اهي لغاية ما تيجي معاكي، هتبقى بالشكل ده. هتيجي بقى تروحي مقفلها، خدي بقى من هنا كده، من هنا مش اشكال اي حته، بس ايه عشان خاطر الخيط. طيب ناخدها من هنا، ناخد غرزه واسعه شويه. طيب جميل خالص كده، ناخد من هنا برضو الغرزه الواسعه من فوق بالشكل ده. ناخد تاني بس عشان خاطر ايه ما يتفكش منك. بس خلاص كده، حلو قوي كده مدفول. ننزل بقى، ناخدها من الداخل، تحاولي بقى كده اهي. انا بقى هعمل حركة، انا ممكن دي بقى ابقى اخدها بمقص، اشوفها اجرب كده بس اعملها بالولاعة، وبعدين انا ندخلها كده. هناخدها عشان بس تبقى معانا نظيفة، يعني مفيش مشكلة. ماما دخلناها من جوه، ونبتدي بقى بس كده في حته بارزه مدفول. ادي كده اهو، نبتدي بقى نركب الحلقه اللي هي التامنه. احنا خدنا 6 حلقات، الحلقه دي هنحطها لما نشتغل تحت، وديت هنبتدي نخيطها هنا. طيب اخيطها، وبعد كده بعد ما بنخيط بنلف، بنفضل نلف نلف، تدينا بالشكل ده. واضحه اهي، تديكي الجزء ده بس عشان ايه الفيديو معانا ما يطولش قوي. خلاص احنا كده خلصنا حبايبي الجزء الفوقاني اهو، لفينا الاطار بالخيط على اليد بتاعته، ادي الشكل واضح. هنيجي بقى نشتغل الجزء اللي تحت، احنا نشتغله برضو باللون النبيتي عشان نكسر اللون الاصفر. يا اما نشتغله طالما احنا نهينا من فوق بالنبيتي، هناخد من تحت النبيتي، متهيألي هيبقى اجمل من الجنزري، ولا الجنزري احلى؟ ما بصراحة الاتنين حلوين قوي، ممكن نعمله جنزاري والله، هيبقى شكله حلو. ونروح واخدين خط التحديد بالنبيتي، مفيش مشكلة. طيب نبتدي بقى نشتغل الجزء، هيبقى متهيألي الجنزاري هيبقى احلى يا ولاد. متهيألي الجنزاري هيبقى جميل برضو.
ماشي. هنيجي بقى نبتدي تشتغلي بقى غرزة حشو عادية جدا حوالين الإطار اللي تحت ده. بصوا اهي غرزة حشو عادية جدا على الإطار ده. نيجي بقى نسمي الله كده ونبتدي نشتغل غرزة الحشو. أي ناخدها من هنا مثلا من المنتصف، مش إشكال، وهتبتدي بقى ادي الغرزة بتاعتنا. اطلعي بقى بغرزة البداية اهي، وهنبتدي نعمل سطرين فوق الغرزة بتاعت اللي هي الحشو. هنبتدي نعمل سطر ونعمل كمان فوقيه سطر. غرزة حشو عادية جدا، هو بصراحة الشغل بتاعه كله ما فيهوش غرز، ولا هي غرزة البف اللي بنعمل بيها الارتفاع بتاع الفانوس والغرزة بتاعة الحشو. طيب نخلص السطرين ونرجع لكم تاني. احنا هنا عملنا غرزة حشو المفروض يا حبايبي، معلش نفك بقى كده عشان اقولك في حاجة تكايت ناس تتعمل. احنا خدنا كده ان شفتوا اللي هي التلات غرز حشو اللي احنا ما كناش بناخدهم، واحنا برضو بنعمل الغرزة اللي هي بتاعت الحشو في السطر اللي بعديه، بنسيب الغرزة دي بناخد الغرزة اللي بعديها بالشكل ده. هنشتغل كده نسيب الغرزة اهي كده، نسيب بقى الغرزة دي اللي هي كنا بنتجاهلها وبناخد اللي بعديها عشان يبتدي يلم معاكي القاعدة بتاعت الفانوس بالشكل ده. نخلص واجيلك، بس انا حبيت اقول احنا جينا خلاص قفلنا السطرين اللي احنا عملناهم. هنيجي بقى دي الحلقة السابعة اللي احنا عملناهم مع الاطار اللي احنا حشيناه. هنيجي بقى بصوا هنخيطها ايه مع الجزء اللي تحت. هنيجي ناخد من هنا كده نص الحلقة بالشكل ده، هناخده مع النص بتاع الحلقة التانية. نثبتها بس مع بعض كده بالشكل ده، ناخد نص هنا مع النص من هنا. اللي بعديها نص الحلقة اللي بعديها مع نص الحلقة المقابلة ليها. وهكذا لغاية ما نقفل الإطار كله بالشكل ده، نص حلقة من هنا مع نص حلقة من هنا بالشكل ده. طيب أخلص السطر ده وأرجع لكم تاني. إحنا كده خلصنا، ركبنا الحلقة بالطريقة دي جاية بالظبط على الإطار الأولاني أهو، بص بالتساوي أهو. خلاص هنيجي بقى نروح قافلينها، إحنا مش محتاجين بقى الخيط ده، هنعمل بقى باللون التاني. بس تحاولي بقى بقدر المستطاع كده، بس كده يا الله ساعدني، مش اشكال. ادي خلصنا الجزء ده. هتيجي بقى بعد كده هناخد اللون النبيتي وهنعمل اطار زي ده كده بسطر واحد بس، اللي هو يا رب يكون باين بس في ال، هنعمل اطار واحد. وهقول لك بقى نعمله ازاي كده. هتيجي بصي هناخد بقى الاتنين اللي مع بعض دول
هناخد الاتنين دول كده ونبتدي نشتغل غرزة حشو عادية جدا بالشكل ده. ادي ناخد بقى الارتفاع بتاعنا بالشكل ده ونبتدي بقى تاخدي الخيط ده كده. بصي تاخدي الحلقتين دول كده ونروح بس عشان ناخد الخيط ده من ورا بالشكل ده. اللي بعده ادي الحلقتين اهو يا رب. بس بصي الحلقتين دول كده ونروح واخدينها بالشكل ده. اللي بعده اخد برضو الحلقتين اهم حلقة اهي واضح على الابرة وتروحي نشتغل. طب اكمل بقى السطر عشان الفيديو هيطول معانا قوي. هنيجي بقى خلاص احنا السطر اللي قربنا ننهيه اهو وهنقفل بقى اللون ده وهناخد لون تاني اللي هو الجنزاري. هنروح مقفلين كده. هناخد دي برضو معانا اهي عشان متبقاش مفتوحة بالشكل ده. لحظة هنقوم بقى نقفل معانا اللون ده خلاص احنا مش محتاجينه. هناخدها من هنا وهنروح نقفله. انا ممكن بقى اخده بالابرة ناخدها منزلقة كده عشان خاطر المشكلة بتاعت الخيط دي. حتى نروح واخدينها منزلقة بالشكل ده اهي. اخدناها منزلقة اهي ونروح احيانا الخيوط بيبقى فيها من الداخل وصلات دي بتبقى متعبة جدا فطبعا لازم انت تتعاملي معاها بالشكل ده. احنا خلصنا خلاص اللون ده. هنبتدي بقى ناخد اللون الرئيسي. ادي الداخل بتاعها اهو بالشكل ده. طبعا دي هنشطبها في الاخر. نبتدي نشتغل نكمل بقى سطر باللون الجنزاري وبعديه التزايد وهنقفل. خلصنا يا حبايبي كده القاعدة بتاعت الفانوس. احنا خدنا السطر اللي بعد اللون المخلف ده. انت بتعملي فيه غرزة حشو وغرزة تزايد. حشو وتزايد عملتي بعديه تلات اسطر عادي. يعني تشتغلي بقى بعديه تلات اسطر عادي. بتيجي الاطار بتاعه بتيجي في نص الحلقة بتاعت السلسلة اللي هي دي وبتروحي شغلة الاطار ده. طب احنا خلصنا عشان بس الفيديو ما يطولش اكتر من كده. انت الوحدة بتاعت الصوت اهي في زي ما قلتلك بتبقى لمضة واحدة بس دي للأسف انا ما لقيتهاش. هتدخلي بقى وحدة الصوت تحت كده اهي من الجزء ده. واضح هنروح مدخلينها كده. ندخل الاول السلوك دي. دخلي السلوك الاول ناخد التانية برضو هنعمل بالطريقة دي اه ونروح واضحة كده اهي. بصي هتحاولي بقى تروحي ندخلاها في الحلقة اهي بالظبط جت مقاسها بالظبط ومزنوقة يعني مش هتفلت منك بالطريقة دي. وهتروحي بقى حضرتك بصي عشان بس الفيديو ما يطولش اكتر من كده تشبكيها من فوق كده وتروحي منزلها
واحده اطول من واحده عشان تديكي اضاءه في الفانوس كله. نعمل كده واحنا حاولنا نغير في اللون بتاع الفانوس، نديله كذا لون، اشتغل الاطار ده باللون الفاتح والباقي بالالوان زي ما انت شايفه. فانوس جميل، مش هياخد منك وقت ولا تكلفه ولا اي حاجه. وادي التاني اهو، ده احنا كنا عاملينه بالالوانات الفاتحه، ودوت بالالوانات الغامقه. انت بقى يعني انت زي ما تحبي، بس اشتغلي بالخيوط اللي هي حراير. وده كان فانوس رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ونعد عليكم بخير ان شاء الله، والقاكم على خير في بطرونات والخياطه باذن الله. وده كان الفوانيس الجميله، فكرته حلوه بصراحه، قلت انقلها لكم. واي استفسارات اكتبوا لي. سلام عليكم.